السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم هو عبارة عن تعديل معالج لشاحن 10 أمبير. طبعا كثير هذا الموضوع انطلب مني، واليوم لحتى انه احسنت انه صور هذا الفيديو ونزل لكم اياه. طبعا يعني ما يعني من فترة طويلة ما جاني تعديل شاحن، تعديل معالج 10 أمبير. فاليوم جاني وقلت صوره، وبنفس الوقت صورته على السريع. فان شاء الله احط لكم، طبعا انا عدلت المعالج ونزلت لكم الشرح وعملت لكم له مخطط كمان، وحطيت لكم اياه بالفيديو، ونفس الوقت راح احطه على التليجرام وراح احطه كمان على صفحة الفيس. فتابعوا وبتمنى تركزوا منيح، بشان لانه انا معدل على المعالج، ولكن هلا بس الشرح والتجريب. وان شاء الله في الفيديوهات القادمة راح ارجع يعني عدل على المعالج 10 امبير يعني اكثر من فيديو. فتابعوا. اول شيء هذا الشاحن بيجي بضوين، تمام، غير الشواحن اللي نطبق عليها ال 20 امبير. بيجي ضو واحد ولكن في نبضتين مختلفة، يعني اخضر واحمر. طبعا نفس العملية، بدل ما يكون نفس الليد مدموج اللونين، تمام، محطوط كل لون بلد لحال، تمام. انا بدي نوه لهالشيء، طبعا نفس الترتيب، ولكن بدي نوه بهالشيء لانه تركيبه هذا المعالج او توصيله اللدات لهذا الشاحن تختلف عن توصيله اللدات للشاحن هذاك. طبعا لد من اللدات بس الوحيد اللي يختلف توصيله. هلا بنشوف. هلا اول شيء عندنا هون هاي قاعد المعالج، تمام، هون المعالج مكان ما يركب المعالج، هون شلناه. نبلش عندنا طبعا نعد رقم واحد المعالج، 2 3 4 5 6 7. طبعا هون واصل على هذا، على خط الموجب الخمسة فولت المعالج هو رقم 8، تمام. طبعا الجهد ياخذ المعالج مثل ما بتعرفوا على اليمين، رقم واحد سالب ورقم 8 هو الموجب، تمام. هلا هذا الترانزستور طبعا نفس اللي نعدل فيه بالعادة بالشواحن 20 امبير. فالقطب الاول انتو شايفين هذا ترانزستور، هذا قطب اول وهذا قطب الثاني نصاني وهذا القطب الثالث، تمام، كولكتر بيس ايميتر، تمام. الاول قطب اول، طبعا اول شغله بنساويها هي انه بنشيل في عندنا مقاومه واصله. اذا بتشوفوا هاي المقاومه شايفيها، هذا الخط تبعها رايح على الموجب تبع تغذية الاي سي، تغذية المعالج. طبعا هو رقم 8 ولكن مشوش عليه، محطوط فوق الترانزستور لهيك مو مبين، ولكن هو تغذية المعالج، تمام، هو الموصول عليه او رقم 8 المعالج، فهو موصول عليه المقاومة. طبعا والطرف الثاني للمقاومة ليك هي كان موصول هون، فانا فصلته فصلت القطب هذا، تمام، وخليت القطب الثاني الموصول اللي هو برقم 8 المعالج، هو رايح مباشرة على تغذية اللدات للخط الموجب، تمام. الخط الثاني للمقاومة اللي فصلناها بنوصله على طرف الترانزستور الثالث مثل ما انتم شايفين، تمام، هيك. فعندنا المقاومة احنا منين فصلناها؟ فصلناها احنا من هي المقاومة تجي من عند الترانزستور، نبضة الترانزستور، تمام، تجي لهون على رقم 2 للمعالج. فاحنا فصلنا الخط الموجب للترانزستور خط النبضة، وبس وصلنا عليه، بدل ما وصلنا على ترانزستور تبع المروحة وصلنا على ترانزستور تبع اللي بدنا نعدل عليه المعالج، تمام. فهون صار الخط اللي موصول عليه الترانزستور تبع المروحة، فهذا هو ليك، وهذا هو رقم 2. فأنا عوضت بدل المقاومة عوضته بالترانزستور هذا لحتى يصير بديل للمعالج. طبعا هي الفكرة كيف هي، بتيجي نبضة من المقارن على المعالج على رقم طبعا رقم 6 للمعالج، فهون بياخدها طبعا المعالج بياخدها ويفتح يوصل كهرباء او موجب بين الخط رقم 8 لتغذية المعالج، هي الرقم 8 الموجب يوصله مع الترانزستور تبع المروحة، فبيفتح الترانزستور فبيشتغل عندنا المروحة واللد. طبعا بالمعالج فاللد وال
ترانزستور المروحة مفصولين عن بعض، ولكن المعالج هو اللي بيوصلهم ببعض أثناء تشغيل المعالج، أثناء تشغيل الشحن، تمام؟ فعندنا إحنا هنا هذا الترانزستور فأصبح موصول تبع المروحة. يعني أنا إذا غزيته هلا فعن خلال الموصف من خلال الترانزستور هذا فراح تجي نبضة من المقارن أثناء الشحن، فراح يوصل هذا بهذا بالكولكتر بالإميتر أو الإميتر بالكولكتر، تمام؟ فراح تجينا عندنا هنا خط موجب، فراح يروح على الترانزستور فبيفتح الترانزستور، لان الترانزستور واقف بس على خط السالب، فبس ياخذ نبضه الترانزستور هذا طبعا فبيفتح ويوصل الخط السالب، تمام؟ خط السالب خط الموجب بالمروحه، تمام؟ طبعا مشان ما تجي هو في هون ترانزستور اثنين، طبعا هون ترانزستور المروحه يجي اس ام دي فمضروب كان مفحم، فانا لغيته وركبت محله نفس الترانزستور هذا بيركب محله، تمام؟ فهي بنحكي لكم عنها هلا بعد شوي. المهم هذا انسولي، هذا بس انه حطوا ببالكم انه هذا ترانزستور مروحه. ومثل ما انتم بتعرفوا بالشاحن ال 20 امبير وقت نعدل على المعالج فناخذ خط للليد الاحمر من عند الترانزستور، ما عند خرج ما عند تشغيل المروحه، يعني وقت الترانزستور يفتح ويشغل المروحه الخط الكهرباء اللي يعطي للمروحه فاحنا ناخذ منه خط للليد. طبعا الليد يجي عن طريق اول شيء مقاومه، تمام؟ شان تحمي ما يحترق مقاوم، بعدين على الليد. فعندنا هون الموجب موصول مباشره ما لنا علاقه فيه، فعندنا بس السالب بس الليد بده بس خط سالب، فهون راح يطلع عندنا خط سالب من الترانزستور تبع المروحه، فبنغذي فيه الليد ونغذي المروحه من نفس الترانزستور، تمام؟ عندنا احنا بالشواحن بال20 امبير بتلاقوا الليد بس الليد الاحمر موصول على المعالج، اما الليد الاخضر فبيكون موصول مباشره مع المقارن، فلما يشتغل بلش جار الشحن فبيفصل الليد الاخضر وبيشتغل الليد الاحمر بس. فعندنا هون هذا المعالج هذا حصرا جاي عندنا الليدين مباشره على المعالج، فهذا هذا هذا الخط رقم 4 موصول للليد الاخضر، عفوا هذا موصول للليد الاحمر وهذا موصول للليد الاخضر، عشان ما اخربط خليني اتاكد منها. انا هذا هاي المقاومه رايح على الليد، تمام؟ هذا الاحمر، فهذا الخط الاحمر هاي المقاومه هاي الليد الاحمر، وهاي المقاومه اللي هون تحت السلك، تمام؟ هاي رايحه على الليد الاخضر. فالليد الليدات اخذين خط موجب فبضل عليهم بس الخط السالب يشتغل. فانا عندي هون الخط الاخضر، انا وصلت الاحمر تمام مع الخط المروحه، ولكن ضل عندي الخط الاخضر مو اخذ سالب. فاذا اذا شغلت الشاحن شحن ولا ما شحن راح يضل طافي الضوء الاخضر، والضوء الاحمر ما بيشتغل الا وقت يصير جار الشحن، فبالتالي احنا ما راح نعرف اذا موصول على البطاريه او موصول بالكهرباء، اذا هو اخذ كهرباء ولا لا. فبدنا من خلال بدنا نشغل شي ليد واحد منها، مشان او بالعاده لازم تحطه وقت توصله بالكهرباء بدون ما تحطه على الشحن فيشتغل عندك الضوء الاخضر. بنفس الوقت اذا ما تحطه على الشحن وتحطه بس بالكهرباء بس على البطاريه فبينطيك الضوء الاخضر، انه يعني فايت جهد. ولما يصير جار الشحن فبيفصل الاخضر وبيشتغل احمر، تمام؟ فهون عندنا احنا في ليد واحد خليناه يشتغل مع المروحه والليد الثاني فاصل تماما، لانه هو هيك ترتيبه المعالج، تمام؟ بس ولكن هذا بس الوقت هذا الشواحن هاي لما يصير جار الشحن الليد الاخضر هو اللي بيشتغل، يعني هيك تركيبته بالعكس، والليد الاحمر هو عباره انه داخل له شحن، بس يصير عباره انه داخل له جهد، بس يصير جار الشحن فبيطفى هذا ويشتغل هذا. فانا خليت على نفس العمليه، يعني انا اذا احطه جار الشحن فراح يشتغل عندي الاخضر، اذا ما حطيته على الشحن انه ما يعني مو موصول على البطاريه الكهرباء بس على الكهرباء مثلا فراح يشتغل بس الليد الاحمر، تمام؟ فكيف بدنا احنا نشغل هلا الليد الاحمر؟ طبعا الاخضر هو صار مع المروحه، تمام؟ فبدنا نشغل احنا الليد الاحمر، تمام؟ طبعا هذا خط الليد الاحمر، انتم شايفين هاي المقاومه طبعا مفصوله من هون وقت تشيل المعالج الطرف الرقم 5 ورقم 4 هي للدات، ولما تشيل المعالج تصير حره مو موصوله بشيء. واثنين هاي خط سالب، فانا اخذت خط فالخط السالب تبع الليد الاحمر من عند المقاومه اخذته على رقم 7 للمقارن، تمام؟ هذا المقارن فهو لما تجي نبضه اثناء الشحن فعندك رقم 7 راح يروح عليه الجهد، يروح منها الجهد تنزل هي طبعا الجهد على هذا الرقم 7 2.7 فولت، تمام؟ و2.7 فولت كافي لتشغل الليد، اقل من هيك ما راح يشتغل الليد.
فلما يشتغل يصير جار الشحن، فهاي الجهد اللي على الرقم 7 راح ينخفض يصير للواحد ونص، تمام؟ فبالتالي راح ما يطغي، راح يطفى الليد بأثناء يعني بوقت الستاند باي، يعني مو جار الشحن، راح تلاقوا في جهد هنا 2.7 فولت، ولما يصير جار الشحن فراح يصير الجهد هنا 1.5، اقل من 1.5 تقريبا، تمام؟ فبالتالي ما راح فانا استغلت الوضع هذا فاخذت الليد، تغذيه الليد هنا مباشره، يعني انا وقت احط بالكهرباء على وضع ستاند باي فعندي الضوء الاحمر شغال، تمام؟ لما يصير جار الشحن فراح ينخفض الجهد هنا، فما راح يحسن يشتغل الضوء الاحمر. اما بالنسبه للاخضر والمروحه فهن في وبليا شغالين اثناء جار الشحن، لان احنا معدلين على المعالج، تمام؟ فبالتالي راح يطفى عندنا الضوء الاحمر ويشتغل عندنا الضوء الاخضر مثل ما انتم شايفين، تمام؟ طبعا انا عملت مخطط، والمخطط هذا هلا راح اعطيكم باخر الفيديو. فهلا انا راح اجرب تجربه اوصلها بس على مثلا على البطاريه، راح اجربكم كيف صار هلا الشغل. طبعا انا ما احسنت انه اشتغل فيه اثناء التصوير، فقلت هيك بس على السريع اخلص منه، يعني لانه زبون شوي بده اياه. فليكو هلا بس على البطاريه اشتغل عندنا بس الضوء الاحمر، تمام؟ فخلينا نوصله هلا احنا على الشحن، على الكهرباء، حطه على الكهرباء. طبعا هون عندي البطاريه انا امتلت، بالعاده هو لازم يفصل اللد الاحمر ويشتغل اللد الاخضر، ولكن عندي انا البطاريه مليانه. خليني بس اضبط الوضع لانه مشربك الامور هون. هلا هون السحب ضعيف، ليش؟ لانه البطاريه كانت عم تشحن فمعبيه، فبالتالي انتم فرق معكم انه ليكو الضوء الاحمر كيف انخفض وفتح ضوء الاخضر. فهو لو البطاريه فاضيه كان لقيت القوه بالضوء الاخضر والضوء الاحمر راح يطفى، تمام؟ فهلا هيك بدون كهرباء بس على البطاريه، هيك كهرباء، شوفوا كيف يضوي لما افصل عن الشحن، يضوي لما نشغله كيف بيشتغل الضوء الاخضر معه ويخفض الضوء الاحمر، تمام؟ فبالتالي هون انه لو البطاريه مليانه عندي كان طفى الضوء الاحمر مباشره، لان المقارن يصير هذا المقارن يبلش ينزل جهده شوي شوي شوي، جهد النبضه طبعا ينزل شوي شوي ويعوض بالمنطقه الثانيه اللي هي الليد الاحمر، تمام؟ فبالتالي يصير يخف اضاءته هذا شوي وبلش ترتفع هذا اضاءته اكثر 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 حتى يرتفع على الاخير، تمام؟ ويفصل هذا. لما تكون البطارية فارغة فبيعطيها كل الجهد النبضة. أنا آسف جاني زبون. فمثل ما شفتم يعني هي بالتالي يعني إذا اضطر الأمر أنت فيك تخلي الشغال عادي ويشتغل مع بعض، ولكن لا أنا يعني طريقة كتير بسيطة، هي بس عبارة عن وصل الشريط من هون لهون بيمشي الحال، تمام؟ فالمشكلة إنه شحنت البطارية وما حيبين على كل، يعني انتم فيكم تجربوا الطريقة هاي ومضمون ان شاء الله 100%، وانتم بتعرفوا انه بإذن الله كل شيء اللي قدمه موثوق. ففيكم تجربوا شوفوا يفصل معكم الليد اكثر، ليك كيف يقوى، ليك طفى هلا الليد، هلا البطارية فضت شوي لان شغلت عليها الليدات، شفتوا كيف؟ من شوي كان سحب امبيرة تقريبا لهون لثمانة، لما كان شغال شوي عم شوي شوي عم يشتغل عم تشحن. فهيك مثل ما انتم شايفين لما بلش تفول البطاريه فبلش يشتغل الليد شوي شوي، طبعا هذا شيء طبيعي عادي ما في اي مشكله. فمثل ما شفتوا هيك التعديل. طبعا احيانا في شخص على الصفحه على الفيس ما بعرف مين سال انه عندي الترانزستور هذا مضروب اس ام دي وما بيعرف رقمه، فانا اقترحت انه تحط له 80 اس 80 50 بيشتغل. فنط واحد تاني قال لا ما بيصير ما بعرف شو، حط 100,000 رقم، قلت له مثل ما بدك، ما بيصير ما بيصير، انت اشتغل على اللي رايحك، تمام؟ فعدنا هون فهذا ليكم مثل ما انتم شايفين، يعني شفتوا انتم يعني ما لازم لا اجرب ولا شيء، ما هي شيء عملي صار. البيس ينحط على النص على محل النبضه الجايه من هون من المعالج عند المقاومه هاي، من بعد المقاومه هاي ينحط البيس الوسطاني، طبعا بعمل لكم عليه مخطط مو مشكله.
وبعد والخطين الثانية كولكتر وإميتر، تمام؟ فبيشتغل 100%، وكأنه بالعكس هذا أكبر من هذاك، فراح يتحمل أمبير أعلى وحرارة أفضل. فهمت كيف؟ إليك وشايفين مثل ما أنتم شايفين شغال. فأنا ما حبيت لا أثبت له ولا يثبت لي، فخلص يفتصل. هو الزلمة اللي طلب حل أو طلب رقم الترانزستور، فأنا اقترحت له هالترانزستور، أخذ بي كان بي هم أخذ بي يعني كيف هو على راحته. فخلينا نجربه مرة ثانية، كأني أنا ما كنت مبين عليه التصوير. تمام، شفتوا هاي طفى الضوء، هاي اشتغل. هيك ان شاء الله 100% شغال. فهذا كل شيء عن الشاحن، وانا راح احط لكم مخطط على الانستغرام، على التليجرام وعلى صفحة الفيس، وراح احط لكم اياه كمان بالفيديو. فهذا كل شيء، لا تنسونا من دعمكم. فالسلام عليكم.